حاول عن طريق اللاعب طبعا هنا دياكي نقلت وصلت مرة أخرى إلى دياكي القائد باسوس يفكر في التسديد سدد الله خطيرة جول 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 عيناوي جول عيناوي ياتي باسوس يفكر في التسديد سدد والعيناوي يتقدم الزعيم يتقدم الآن بعد ضغط كان موجود اللي سجل ليميونغ لكن ما بين محاولات شوف سدد هو يبحث عن التسديد في غاية القوة وغاية الدقة لكثير بعد ذلك لكن تعود من القائم الأيمن تجد المتابع الكوري الجنوبي ليميونغ هذه الأولى من باستوس الثانية سعيد الكثيري الثالثة وكما يقولون الثالثة ثابتة وبالتالي يتقدم العين على نادي الظفرة بهدف نظيف وفي عتب وزكي مع فريق نادي فنربخ هذه كرة تلعب الآن للأمام إلى جميلة نعم للأمام منقولة العين في وضعية خطيرة سعيد الكثيري جول الله حلو الهدف يا سعيد يا الكثيري شوف الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس شركة كرة القدم العيناوية سعيد لأن سعيد الكثيري نعم جاء بعمل كبير في الكرة الماضية المرور جميل ووضع الكرة بهذه القوة وهذه الدقة وهذه الروعة العيناوي اللي كان حقيقة ناوي في الدقائق الماضية سجل هدفا عن طريق ليميونغ وأضاف الثاني الآن ولاحظ المرور الجميل وبعد ذلك وضع للكرة في شباك الظفرة العين يتقدم بهدفين للاشي على الظفرة هدفين للاشي العيناوية في المدرجات في حالة فرح بطبيعة الحال يتقدم العين 2-0 ولاحظ هنا الفرح الكبير فيليبي باستوس ليميونغ راشد عيسى عمر عبد الرحمن يا سلام الله هدف كل طرب هدف عيناوي كل طرب طرب في بدايات الطرب في نهايات الطرب العيناوي يسجل هدف ثالث العيناوي يتقدم بثلاثية على الظفرة فيها حقيقة بداية ونهاية في لوحة جميلة جدا شوف لما تناقلوها وعمر عبد الرحمن اللي فكر وقرر وأرسل الكرة هو ناظر في جهة مختلفة لكنه كان يناظر راشد عيسى وبالتالي راشد تقدم للأمام واجه المرمى تصرف صح ما استخدم القوة استخدم الذكاء ووضع الكرة بصورة راقية للغاية والعيناوي يبدأ بداية ممتازة يتقدم خطأ لصالح فريق الظفرة الدقائق 90 انتهت عزيزي المتابع وأربع دقائق أخيرة وهذه كرة جول ظفراوي فارس الغربية يسجل في الوقت بدل الضايع من الأحباب لا جول نعم هدف الأحبابي دخل وسجل كذلك هدف متأخر للظفرة هذه الكرة جميلة لا ما في إطلاقا ما في تسلل الكرة سليمة جدا عبد الله النقبي للأمام استقبال جميل وكرة قوية جدا بعد ذلك مرت في شباك العين يسجل الظفرة هدف والظفراوي الآن المدرب اللاعب المشجع مجلس الإدارة يقول لك ما كان من